في ظل زحمة كاس العالم ومباريات كاس العالم 2022 نرشح افلام كده. 5 ترشيحات من الاخر، مش هحط لك 10، 5 والحلقة اللي جاية تبقى 10، عشان احنا في زحمة كاس عالم وممكن ما تتفرجش على افلام كتير وهتتابع كرة كتير، بس هم 5 كده ممكن تتفرج عليهم. بس اهم حاجة انا بعمل الحلقات دي ليه؟ عشان بتوع افلام يقولوا لي ايه رأيهم في كل فيلم وقد ايه الفيلم عجبهم وكل الكلام ده. دي احلى حاجة واكتر حاجة بحبها في الحلقة دي، اللي انا بحبها جدا ومن اكتر الفقرات اللي انا بحبها في البرنامج. فقبل ما ابتدي حلقه بتوع افلام، طبعا عايزكم تظبطوا لي لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. نبتدي دلوقتي بتوع افلام بفيلم خفيف كوميدي لطيف خالص جدا، ومن انتاج 2018، وهو فيلم تاج. فيلم تاج ده ينتمي لنوعيه الافلام الكوميدي اللي هم الشباب صحاب كبار ويتورطوا في حاجات كتيره جدا، او فاهمين نوعيه افلام زي فيلم ذا هانج اوفر مثلا، هارب الباصص الجزء الاول والثاني، وفيلم برضو من بطوله اد هيلمز اللي هو كان بطل من ابطال العملين للفيلم. بس الفيلم قصته مختلفه، بس مش عايز احرق عليك. هم بيلعبوا لعبه كده من هم صغيرين وبتستكمل دلوقتي، مش عايز احرقها يعني. بس فيلم كوميدي خفيف، مش بقول لك اقوى حاجه في الكوميديا، بس اللي هو لو انت بتتغدى كده ولا حاجه وعايز تتفرج على فيلم كده في النص ما بين الماتشات، روح اتفرج على الفيلم ده. ونخش دلوقتي على رقم 4 معانا، وهو فيلم باص ليفل. لو انت بتحب نوعيه الافلام الاكشن والاثاره والتشويق وكل الكلام ده، وفي طبعا تاتشات كوميديا في النص، روح اتفرج على فيلم باص ليفل ده، اللي بالنسبه لي من الافلام الاندر ريتد جدا. مش فيلم عظيم، هو فيلم قصه وبتاع. بص مبدئيا كده، الفيلم ده قصته اتهرست في مليون حاجه، من بدايه من جراوند هوك داي لالف مبروك المصري وفيلم هابي داث داي، اللي هو نوعيه الفيلم البطل كل يوم بيتكرر مع اليوم، هو نفس اليوم كل يوم، هو نفس اليوم. بس الصراحه بطل العمل فرانك جريلو قدم الفيلم بطريقه مختلفه، يعني هو الاكشن بتاعه حلو جدا والكوميديا بتاعته برضه هو دمه خفيف شويه، مع طبعا الابطال التقال جدا اللي معاه. بطل العمل الثاني هو ميل جيبسون، والبطوله النسائيه للفيلم هي الفنانه نايومي واتس. الفيلم الصراحه اتفرجت عليه وما ضايقنيش خالص، وقمه في جرعه الاثاره والتشويق، وعجبني فيه الاكشن وعجبني فيه كل حاجه. وبالمناسبه برضو في الفنانه الصينيه ميشيل ياو في الفيلم ده. وبالمناسبه انا عارف في ناس كتيره في اخر الفيلم هيقولوا لي يا ابو حميد بس النهايه ما عجبتنيش، احب اقول لك ان انا برضو النهايه ما عجبتنيش، بس اوفرول الفيلم مش هتضايق منه خالص. ونيجي دلوقتي رقم 3 معانا في القايمه. انتوا عارفين في القايمه بيبقى لازم فيلم كده ايه، مش لازم يبقى انجليزي او امريكاني او من هوليوود عموما، وهو الفيلم البولندي All My Friends Are Dead. الفيلم ده نزل سنة 2020، والفيلم بص مبدئيا كده فيلم بلس 18 وبيبتديها واحدة واحدة. انت هتشوف من بداية العمل ومن العنوان اساسا، عشان ما تقوليش ان انا حرقت، في جريمة قتل لناس كتير، اوكي؟ عادي، فانت بتشوف ايه اللي حصل، اوكي تمام، واحده واحده. انت في النص هتقول طب ها يا جماعه وبتاع، لما تيجي لحظه الذروه ولحظه البوم دي معموله ان هي تستاهل انك انت تتفرج على الفيلم جدا جدا جدا. فيلم مختلف وغريب وحلو جدا وعجبني، وبالمناسبه هتلاقيه موجود على نتفليكس. اما رقم 2 معانا في القايمه، وهو فيلم بيرل. الفيلم ده بريكويل او الجزء الثاني من فيلم اكس، وفيلم اكس ده من الافلام الرعب اللي انا شفتها السنه دي، حسيت ان انا يعني لا مش مضطر ان انا اعمل عليه حلقه، حسيته فيلم رعب شفته قبل كده كتير، ما حسيتش ان في اي اختلاف خالص. بس بعد ما شفت الجزء الثاني بتاعه اللي نزل بعديها بشهر، اسمه بيرل، والفيلم نزل على النت خلال الاسبوع اللي فات او خلال الاسبوعين اللي فاتوا، بعد ما شفت بقى الفيلم ده خلاني اعيد نظر لفيلم اكس، وخلاني احب اكس اكتر. ولما تخيل انت جزء تاني خليك تحب الجزء الاولاني، خليك تقدر الجزء الاولاني اكتر. وبالنسبه لي يا جماعه بطله العمل ميا جاث، يعني بصوا ده فيلم رعب، اوكي؟ هل تتخيل ان انا بقول لك هيبقى ظلم بين لو هي ما ترشحتش لجائزه الاوسكار لافضل ممثله؟ لو ما ترشحتش هتبقى كارثه، ان هي قدمت اداء تمثيلي خطير خطير خطير. يعني في مشهد مونولوج هي بتتكلم فيه لوحدها، مشهد ما بينها وما بين والدتها وهما بيتكلموا مع بعض، هتشوفه في النص الفيلم، انا ما حرقتلكش حاجه، بس هتشوف مشهد كده غير طبيعي. فيلم بالنسبه لي من مفاجآت السنه، يعني فعلا السنه دي يا جماعه من اكتر ومن احلى الافلام اللي اتعمل فيها افلام كتير، ومفاجاه ومبسوط جدا. وما كنتش متخيل برضو ان افلام الرعب هيبقى فيها افلام رعب تخليني احس ان في لا
في دماغ جديده وفي افكار جديده بعد ما فقدت الامل تماما في افلام الرعب خلال السنين اللي فاتت. بالنسبه لي فيلم بيرل الصراحه من اكتر الافلام اللي عجبوني ككل حاجه، كتمثيل وكاداء وككل حاجه. شوف يعني نهايه الفيلم، ركز في نهايه الفيلم، شوف التعبيرات، خطير الصراحة، وهي خطيرة الصراحة. ونيجي دلوقتي رقم واحد معانا في القايمة الفيلم، تعرفين يعني رقم واحد ده بيبقى فيلم اتمنى بقى ايه العيلة كلها تتفرج عليه، وفيلم جميل جدا جدا جدا. انا حاسس ان الفيلم ده underrated قوي برغم ان الفيلم ده حلو ككل العوامل. فيلم رومانسي درامي فيه خيال علمي، بس الخيال العلمي مش هو ده اللي ماسك الفيلم، بس الفيلم كعيلة كلها تتفرجوا عليه وهتخرجوا من الفيلم مبسوطين جدا ككل حاجة، اخراج وتمثيل كله. وهو فيلم The Age of Adeline. الفيلم ده نزل سنة 2015، وفيلم بيحكي قصته يعني البريف بتاعه. هي بنت ما بتكبرش، شكلها ما بتغيرش، مش هقول اكتر من كده. وطبعا في رومانسية في الفيلم، وفي دراما رائعة، وفي مشهد قوي جدا في الفيلم لحد اخر الفيلم. عارف انت الافلام اللي هو بتحسها كده، هو الفيلم ده ينتمي لهذه النوعية، وفيلم هيعجبك جدا وهيفضل مش هتنساه من دماغك عموما. والفيلم بالمناسبة يعني واحد من ابطاله الفنان القدير هاريسون فورد. وطبعا البطلة بتاعتنا هي أدلاين، اللي هو The Age of Adeline، اللي هو عنوان الفيلم. انا ما حرقتلكش حاجة، اتفرج على الفيلم وقول لي ايه رأيك، وسيبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجة. وزي ما انا برشح لكم، عايز بتوع افلام بقى يرشحوا لي افلام انا ما شفتهاش، يعني تحدوا بقى بتاع افلام نفسه بافلام هو ما شافهاش قبل كده. يلا بقى وروني بقى بتوع افلام جامدين ولا ايه الكلام، وهقول لكم على الافلام اللي انت رشحتها لي في الحلقة اللي جاية بتاعت الترشيحات باذن الله. وفي نهاية الحلقة بقى بتوع افلام، اتمنى بقى ايه تظبطوا لي لايكات كتير جدا 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 جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة. طبعا عايز تشتركوا على انستغرام بيج، فيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة اول باول. واحلى مسا عليكم. انا واقف تحت البيت، الله هو ده، هو ده.